في التاسع من شهر رمضان عام 94 للهجرة فتح المسلمون إشبيلية بقيادة موسى بن نصير بعد حصار دام شهرا واحدا، وقام عليها عيسى بن عبد الله الطويل وهو أول ولاتها من المسلمين. وفي سنة 95 للهجرة خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير أباه واليا على الأندلس واستقر في إشبيلية واتخذها عاصمة له. اشتهرت إشبيلية أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا، وكان عبد الرحمن الثاني قد أمر ببناء اسطول بحري ودار لصناعة الأسلحة فيها في أواسط القرن التاسع الميلادي. من أشهر حكامها المعتمد بن عباد، وسميت حمص نسبة لنزول جند الشام فيها. في التاسع من شهر رمضان سنة 114 للهجرة حدثت واقعة بلاط الشهداء في تور بواكي بين شارل مارتيل قائد الفرنجة وبين عبد الرحمن الغافقي. في هذه الواقعة هزم العرب وقتل الغافقي، وتعرف لدى الفرنجة بموقعة تور أو بواكي. في التاسع من شهر رمضان عام 1213 هجريا وصل مجاهدو الحجاز إلى مصر لمحاربة الحملة الفرنسية، ونزلت فيالق المجاهدين الحجازيين للمشاركة في الجهاد إلى جانب إخوانهم المصريين ضد الصليبية الفرنسية. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 297 للهجرة لبى نداء ربه الفقيه الظاهري محمد بن داود بن علي أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري. خلف أباه في حلقته الفقهية ونشر المذهب الظاهري الذي أسسه أبوه، واشتهر بكتابه الزهرة. ولد داود بن علي سنة 200 للهجرة، وقيل سنة 202 بالكوفة، وتلقى تعليمه ببغداد التي كانت تموج حركة ونشاطا بحلقات العلم، وتمتلئ مساجدها بدروس الفقهاء والمحدثين واللغويين. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 897 للهجرة هل هلال هذا الشهر المبارك على مسلمي غرناطة آخر دولة عربية في الأندلس في ظل الاحتلال الإسباني لها. فمنذ ذلك التاريخ وإسبانيا تعتبر نفسها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمكنت من تحقيق ما عجزت سبع حملات صليبية في الشرق العربي على تحقيقه. فقد سقط الجزء الغربي من مملكة غرناطة، ثم تلاه الجزء الشرقي ضمن معارك ضارية، وأرسل ملك إسبانيا فرناندو رسوله إلى قادة غرناطة يطالبهم بتسليم المدينة، فرفضوا. وكان يتزعم المقاتلين العرب القائد العسكري موسى بن الغسان. نزلت جيوش الأسبان إلى مزارع وبساتين غرناطة وأخذت تخربها حتى لا يجد المسلمون ما يأكلونه. ثم أرسلت ملكة إسبانيا إيزابيلا جيشا آخر يقاتل المسلمين المتحصنين في القلاع، وبنوا أمام غرناطة مدينة أخرى أسموها سانسي أي الإيمان المقدس، لتكون قاعدة للانطلاق منها عسكريا ضد غرناطة.
اجتمع العلماء والفقهاء والقادة في قصر الحمراء واتفقوا على التسليم، وانتهت بتوقيع معاهدة في 67 بندا، وهي تعتبر بذلك أطول معاهدة بين المسلمين والأوروبيين. وكان من أهم بنودها عدم المساس بمساجد المسلمين، وأن يبقى المسلمون في أرضهم،